فولتي ريجن، يعني الغلطه اللي احنا ايه الحاجه اللي ممكن تتعمل غلط تخلينا واحنا بنسجل الاوكلوجن ما يطلعش بصوره مظبوطه او ما يطلعش بصوره مظبوطه، ايه الحاجه الغلط اللي ممكن تتعمل في تسجيل الاوكلوجن، ايه الحاجه الغلط اللي ممكن نعملها في تسجيل الاوكلوجن. يقول لك كان نوت بي اتريبيوتد، يعني حاجه ما تاثرش على الاوكلوجن، يعني كل الحاجات دي ممكن غلطات تخلي المريض يعض العض غلط، او لو عنده مشكله فيهم يعض العض غلط او يعمل العض غلط، ما عدا حاجه واحده ما تاثرش ان هي ممكن تعمل الغلط. فخلينا نشوفهم حاجه حاجه ونحل زي ما احنا قلنا كده بالاستبعاد ونشوف صح ولا غلط. الفيسكوستي دي تاثر على الاوكلوجن ولا ما تاثرش على الاوكلوجن؟ الفيسكوستي تاثر على الاوكلوجن ولا ما تاثرش على الاوكلوجن؟ لا، ما بتأثر على الانكلوجن. اللي هي الحاجات اللي هي الفيسكس والنون فيسكس، لما قلنا السلايفا الفيسكس هتأثر على الريتنشن فهتخلي الطقم ما يثبتش، قلنا لما يكون السلايفا فيسكس ده بيقلل الريتنشن، لو قلل الريتنشن هيبقى مظبوط ولا هيبقى عادي كويس؟ لو قلل الريتنشن ما بينفع، يبقى خلينا نشوف دي. طيب لو في الم في الماسلز بتاعت الماستيكيشن، يعني في الم في العضلات، دي هتاثر ولا مش ملهاش دخل، مش معانا يعني، ما تتدخلش في حاجه؟ البين في الماسل بتاعت الماستيكيشن تأثر. تاثر. طيب ولو في الم في التي ام جي في مفصل فك، يخلي المريض عضته تتغير ولا لا؟ ايوه، برضه يخلي المريض عضته يتغير. يبقى كده لو عملناها بالاكسكلوجن مين اللي ما ياثرش، او مين اللي ملوش دخل بالاوكلوجن، او مين اللي ما تتدخلش مع الاوكلوجن او يبوظ الاوكلوجن واحنا بنسجله، او يخلينا نسجل الاوكلوجن غلط، او يخلينا نسجل العضه غلط؟ ان هو يكون كلاس 3، ان هو يكون كلاس 3 او كلاس 3 ريليشن، ملهاش علاقه، ما فيش علاقه، عادي هو مريض عضته كلاس 3 فهيعض كلاس 3، مش ما ده ما يمنعش ان هو يعض عض غلط او يعمل عض غلط او يعمل عضه مش صحيحه. فيبقى كده الحاجه اللي ما بتتداخلش مع الاوكلوجن او ما بتعملش تداخل مع الاوكلوجن اللي هي السكيليتال كلاس 3. طيب البانيك موفمنت، البانيك موفمنت اللي احنا قلنا الحركه اللي بيعملها المانديبول مع كذا، فهي حركه في الكوندايل روتيشن ولا بادلي موفمنت، ان المانديبل يتحرك يمين وشمال، ولا المانديبل يطلع لقدام، ولا ايدج تو ايدج ريليشن شيب؟ انهي حاجه اللي توصف البانت انجل اللي احنا قلنا عليها؟ انهي حاجه اللي تقدر توصف البانت انجل؟ كوندايل لاترال روتيشن لاترال لاترال. احنا قلنا كوندايل روتيشن دي اللي هي مين اللي قلنا عليها كوندايل روتيشن؟ اللي هي الهنج موفمنت، اللي هي اللي احنا كنا بنقول بتتم او بتحصل في اللور كومبارتمنت او في الجزء الاسفل، قلنا لو حطيت ايدك كده على التي ام جي او على مفصل فك، الكوندايل في الاول بتعمل سلايدنج في الابر كومبارتمنت في الجزء اللي فوق، وبعد كده الجزء اللي تحت او الجزء الاسفل بتعمل ايه؟ بتعمل زي دوره حوالين نفسها كده، او بتلف لفه حوالين نفسها، اللي هي الكوندايلر روتيشن. لكن البانت انجل دي وهو بيحرك فكه، الزاويه اللي بتتعمل وهو بيحرك فكه يمين وشمال، بيخلي الفك يتحرك يمين وشمال. طيب الانتر ارش ديستانس ميجر، المسافه اللي ما بين الارش اللي فوق واللي تحت، بنقيسها وين اوكلوزال ريم ار از ان يونيفورم كونتاكت از، يعني المسافه اللي بنشوفها ما بين الانتر ارش ديستانس، ما بين الابر واللور، ما بين الشمعه اللي فوق والشمعه اللي تحت، المسافه دي اسمها ايه؟ المسافه دي اسمها ايه؟ فيرتيكال اوف اوكلوجن. الاوكلوجن ولا الريست؟ فيرتيكال اوف اوكلوجن. الاوكلوجن المسافه اللي هي من اول هنا لغايه هنا وانا عامل اوكلوجن او حاطط كونتاكت او بيقول لك في كونتاكت. خلوا بالك لو كان قال المسافه الفراغ اللي ما بين الاثنين وما فيش كونتاكت، ما فيش كونتاكت حاصل او ما فيش كونتاكت موجود، كانت تتسمى ايه؟ لو ما فيش كونتاكت موجود، لو قال المسافه الانتر ارش وما فيش كونتاكت موجود كان يبقى اسمها ايه؟ بيكون الريست اللي هي الفري وي سبيس. لو كان قال السبيس الفراغ اللي هو ما بينهم هما الاثنين، ما بين الشمعة اللي فوق والشمعة اللي تحت، وما فيش كونتاكت واحنا مش عاملين كونتاكت، كان ساعتها يبقى الفري وي سبيس، كان ساعتها يبقى الفري وي سبيس. طيب
الانكريز فيرتيكال دايمنشن، احنا قلنا في حاجتين، في فيرتيكال دايمنشن لو عملناها المريض فتح فكه كده اللي هو الانكريز، وفي الديكريز. الانكريز دي ممكن تعمل ايه؟ تعمل تعمل تروما وتعمل كليكينج. استرند ده يعني عارف لما يقول لك العضلات حصل لها استطاله، لما يقول لك زي حاجه العضلات زي بتاعت لعيبه الكوره كده لما يقولوا العضلات فبرضه كذلك يقول لك وشه بيستطيل، وشه بيستطيل يعني بيطول يعني بيبقى طويل، فدي برضه كذلك يبقى كده بيعمل بيخلي الوش طويل لانه بيبقى فاتح فمه كده وبيبقى عنده الاسنان بتنزل من ارتفاع جامد قوي على بعض فبتعمل ضغط جامد وضغط شديد وبيحصل الاسنان فيها كليكنج ساوت صوت كليكنج، فيبقى كل ده صحيح، كل ده صحيح، كل ده بصوره صحيح. وبرده خلوا بالكم كده يا جماعه لو لقيتوا في اجابه من الاجابات قولوا اوف ذا اباف، ابقوا فكروا فيها شويه، فكروا فيها اكتر من الاجابات الثانيه في الغالب، يعني مش بقول في المجمل يعني، بس بقول لكم في الغالب لو لقيتوا في اجابه من ضمن الاجابات قولوا اوف ذا اباف يعني ابقوا فكروا فيها، هتبقى بنسبه 80% هي الاجابه الصحيحه، في 20% طبعا ممكن ما تطلع تطلع، بس ابقوا فكروا فيها شويه لو لقيتوا قولوا اوف ذا اباف. بيقول لك before arbitrary physical transfer record the dentist must determine، يعني قبل ما ننقل العلاقه بتاعه الفيس بول اللي هي علاقه المكزيلا بالجمجمه المفروض الدنتست يكون حدد ايه او ايه الحاجه اللي يكون حددها الدنتست او ايه الحاجه اللي يكون الدنتست ركز فيها او عملها او عملها الكونداي الانكلينيشن ده ازاي الهنج اكسس ده بيتعمل ازاي او اللي هو الفيس بو ده بيتعمل ازاي، بيتحط كده ويتحط في الاذن، فمفروض قبل ما نحطه نكون محددين ايه او ايه اللي احنا محددينه او ايه الحاجه اللي متحدده او ايه الحاجه اللي هي موجوده تكون متحدده، ان احنا محددين الروتيشن او عاملين السنتر بتاع الروتيشن او المركز بتاع الروتيشن اللي اسمها الهنج اكسس او بنقول عليها الهنج اكسس اللي هي الروتيشن بتاع الكوندايل بيكون ازاي، اللي هي الروتيشن بتاع الكوندايل بيكون ازاي. طيب بيقول لك بيشنت هاز ديفيكالتي ان سوالينج، يعني في مريض عنده صعوبه في البلع، مريض كومبليت دنشر وعنده صعوبه ومش بيبلع كويس او مش بيعرف يبلع كويس، في عنده مشكله في البلع، فممكن يكون ايه السبب؟ والحاجات اللي هي الاسباب بتاعت الجاجنج والصعوبه في البلع والحاجات دي بيجيبوها في الامتحان كتير، فايه الحاجه اللي ممكن تسبب ان المريض ما يعرفش يبلع كويس؟ الانكريزد فيرتيكال دايمنشن. احنا قلنا في أربع علامات أو خمس علامات للإنكريز اللي هو وشه يطول، عضلاته توجعه، مفصل فك يوجعه، الأسنان تنزل من ارتفاع عالي تعمل ضربة جامدة في بعض ويبقى عنده صعوبة في البلع. الديكريز يعني ضمينا الفكين على بعض أو ضمينا الطقمين على بعض. السلايفة تقع من الجوانب فتعمل أنجلر كيلايتس ويحصل أنجلر كيلايتس ويبقى في رينكلز وفي تجاعيد حوالين الوجه وبرده تعمل وجع في مفصل الوجه وبيبقى عنده بروترودد تشين الدقن بتاعته طالعه لقدام او خارجه لقدام. طب الانتر اوكوليز والاوفر اكستنشن ايه؟ والاوفر اكستنشن بيسبب صعوبه بالبلع. تمام الاوفر اكستنشن اللي هو في البلاتال سيل مش في البلاتال سيل في البوستيريور بلاتال سيل. طيب بيقول لك دكتور الاكسيال سنتر اوف روتيشن اوف كوندايل هذه اسمها برضه هنش، هذه ليها اسم ثاني اسمه هنش. هي دي حركه الدوره بتاعه الكوندايل حوالين الخط التخيلي اللي بيبقى قاسمها اثنين ده، دي العمليه دي اسمها الهنج موفمنت اللي هي بتدور دوره حوالين نفسها او بتلف هو ده نفس التعريف بتاع الهنج موفمنت او الهنج اكسس او الهنج موفمنت. طيب بيقول لك اف انتر اوكلوزال ديستانس، يعني لو المسافه ما بين الاثنين اوكلوجن از انكريزد، يعني خليت المسافه مفتوحه، باختصار خليت الفري وي سبيس كبير، خليت الانتر اوكلوزال ديستانس كبيره، يعني كبرت الفري وي سبيس، خليت الفري وي سبيس كبير، فالمفروض المريض يعاني من ايه؟ يعني ايه اللي يعاني منه او ايه الحاجه اللي يعاني منها المريض؟ ديسبيسمنت اوف ماكسيلر ادنشن هو يعني ليه هيحصل؟ يعني ايه العلاقه ان هو لو هو في فراغ كبير يبقى في ديسبليسمنت، ايه يعني ايه العلاقه يعني؟ ايه احنا عندنا
ال increased free wheel space اللي هي ايه؟ ايه هي ال increased في احنا قلنا المسافه دي بتبقى عكس ال vertical dimension. قلنا لما يبقى في increased لل free wheel space فانا عملت ايه في ال vertical dimension؟ دي بالعكس بالعكس. المريض اللي هيبقى عنده العضه كده مضمومه مضغوطه، ايه من الحاجات دي اللي ممكن نلاقيها؟ هل هيبقى ليها علاقه بالسنتريك؟ مالناش دعوه بالسنتريك دي. ايه العلاقه في السنتريك؟ مالناش دعوه. دي السنتريك دي قلنا حاجه ما بتتغيرش. السنتريك دي قلنا علاقه زي بصمه الصباع، دي ملهاش اي يعني ما بتتغيرش. العلاقه السنتر اللي بيتغير سنتريك اوكلوجن مش السنتريك ريليشن، فما بتتغيرش. ان يحصل ديسبليسمنت للمانديبولار دينشر دي علاقه ليها دعوه بالفلانجس وليها دعوه بالاطراف بتاعه الدينشر والفلانجس بتاعه الدينشر والحواف بتاعه الدينشر والعضلات اللي موجوده. ان الديسبليسمنت بتاع الماكسيلاري وايل يوينج اللي قلنا الماكسيلاري امتى بيقع والمريض بيتثاقب، امتى الماكسيلاري بيقع والمريض بيتثاقب؟ يعني قلنا في ثلاث حالات يقع فيهم الماكسيلاري، في وهو بيضحك، في وهو قاعد كده ما بيعملش حاجه، في وهو بيتثاقب او بيفتح فمه جامد قوي. البارت فلانجز من البستيريور من عند الكورنويد بروسس بالديستوباكل بتاع الماكسيلاري دينشر، من عند الكورنويد بروسس، من عند الكورنويد بروسس، من عند الكورنويد بروسس. دكتور بس ايش معلش ايش يعني، انت قلت حاجه انه لو في حاجه زادت الثانيه تقل، لو زاد الـ vertical dimension، لو احنا عملنا increased vertical dimension of occlusion يبقى الـ free wheel space اللي هو الفراغ هيكون قليل، لو احنا عملنا decreased vertical dimension of occlusion يبقى الـ free wheel space هيكون زيادة. ده العكس بالعكس، يعني ده لما بيزيد ده بيقل، وده لما بيقل ده بيزيد. طيب بيقول لك الاوكلوزال بلين فور كومبليت دينشر بيشنت از ديترمايند باي، يعني الاوكلوزال بلين اللي هو خط الاوكلوزال بنحدده بايه؟ ايه اللي بيحدد خط الاوكلوزال؟ او ايه الحاجات اللي ممكن تحدد خط الاوكلوزال؟ ايه الحاجه اللي ممكن تحدد خط الاوكلوزال؟ ايه اللي هو الفيسبو؟ لا الفيسبو قلنا بيجيب علاقه المكسيلا بالجمجمه، ده بيقول لك المكسيلا طالعه لقدام راح يمين راح شمال، عشان تاخد العلاقه دي وترجع تنقلها على الارتكليتور. دي فايده الفيسبو، ان هو بيجيب علاقه المكسيلا ويروح ينقلها او ينزلها على الارتكليتور. دكتور ما قلنا انه الفرانكفورت هو اللي بيحدد الاوكلوجن؟ لا الاوكلوجن من ورا من البوستيريور، الاوكلوجن من البوستيريور مش الفرانكفورت الالاتريجس. الفرانكفورت ده مالناش دعوه بيه هنا خالص، مالناش علاقه بيه اللي هو الكامبرز لاين، مالناش علاقه بيه في الفرانكفورت الاورثو، مالناش علاقه فيه بالبروستو. يبقى ايه الحاجه اللي ممكن تعمل العلاقه بتاعت الكومبليت دينشر او نجيب بيها الاوكلوزال بلين بتاع الكومبليت دينشر من الحاجات دي؟ الانترا فابيلاري لاين. ماشي ما هم ماشي ريترومولر هو مش جايب. مش احنا قلنا يا جماعه في حاجه نعمل عليها الارتفاع بتاع اللور دينشر لما احنا قلنا ريترومولر ايوه الريترو لما قلنا بنطلع تلتو قلنا بنحدد الارتفاع بتاع اللور ازاي؟ اللي بيحدد الارتفاع بتاع اللور اللي احنا قلنا الارتفاع بتاع اللور بيتحدد بارتفاع الريترومولر باد، ان احنا بنطلع تلت او نص الريترومولر باد، بنطلع تلت او نص الريترو مولر باد، فهي اللي بتحدد لنا الارتفاع. الباقيين ما لهمش دعوه بالارتفاع وما لهمش علاقه بالاوكلوزال بلين او بخط الاوكلوزال هيكون موجود فين. دكتور طب الابر بايش تحدد؟ الابر بيشنت بيتحدد في الانتيريور بالانتربابيلاري، في البوستيريور بالكامبرز لاين، في الانتيريور بالانتربابيلاري، في البوستيريور بالكامبرز لاين. والاداه اللي بتحدده البتاع الحديده اللي احنا شفناها امبارح اللي اسمها الفوكس بلين، اللي هي الحديده اللي بيعض عليها او بيعمل عض عليها. طيب بيقول لك ايه الاستابلايزد فيرتيكال دايمنشن فري وي سبيس. الفري وي سبيس قلنا بيبقى الفرق، قلنا الفرق بيبقى من كم لكم؟ قلنا الرقم ده مهم جدا برضه، 2 ل 4، من 2 ل 4، ب 2 ل 4. طيب دكتور ايش جواب اللي قبله الانتر كروزال ديستانس؟ ايش الجواب؟ اي واحد الانتر اوكلوزال بلين اللي هي الهايت بتاع الريترو مولر باد. لا لا اللي قبله ما تحدد. احنا
احنا قلنا الراجل ده هيبقى كل الحاجات التانيه دي اللي ملهاش دعوه بالاوكلوجن، فهيبقى اللي هيعمل مشكله الماسكلر، او هيحصل مشكله في العضلات بتاعته، او العضلات بتاعته هيكون فيها مشكله. اوكي شكرا. طيب الجوسك ارش تريسنج، ايه هي الجوسك ارش تريسنج، او ايه هي بنحدد بيها ايه؟ ايه الجوسك ارش دي؟ اللي هي الماب دي بتحدد ايه؟ ايه هي الجوسك ارش؟ اللي هي ايه؟ الموفمنت بتاعت المانديبل اللي احنا قلنا عليها، اللي هم كانوا مجموعه بقى الكيرف اوف سبي والكيرف اوف ويلسون والحاجات دي كلها مع بعض، والكريستنس فينومينا، اللي هي مجموعه الحاجات اللي احنا بنحدد بيها المانديبل هيبقى بيتحرك ازاي، او بيعمل حركه ازاي، او بيعمل حركه ازاي، دي اسمها جوسك ارش تريسنج. دي اللي هي مجموعه الحركات اللي قلنا عليها، او المجموعه بتاعت الحركات اللي قلنا عليها. اللي هي مجموعة حركات، الحركات اللي هي بيسموها، ليها اسم تاني كده بيقولوا عليها البوردر موفمنت، ان انت تقول المانديبل هيقدر يتحرك لناحية اليمين قد ايه، وهيقدر يتحرك لناحية الشمال قد ايه، وهيقدر يطلع لقدام قد ايه، وهيقدر يفتح قد ايه. البوردر موفمنت دي اللي هي نهاية كل الحركات دي اسمها الجوسك ارش تريسنج، وبتطلع زي الكيرف كده، بتبقى عاملة زي الكيرف. نقول المانديبل يقدر يطلع لقدام مثلا 10 مللي، يقدر يروح لاترال 12 مللي، يقدر يفتح اقصى حاجه 50 مللي، وهكذا. فدي اسمها جوسك ارش تريسنج، لو بيقولوا عليها جوسك ارش تريسنج. طيب الهنج اكسس بتاع الفيسبو اللي احنا لسه قايلينها، الهنج اكسس بيقيس ايه او بيعمل ايه؟ الهنج اكسس بيعمل ايه؟ السنترال اكسس اوف روتيشن اوف ذا جو، اللي احنا قلنا الحركه اللي بتدور فيها او بتلف فيها، هل هو ليه علاقه بالعلاقه ما بين المجزله والمانديبول؟ لا، ده السنتريك ريليشن، ده ملناش دعوه بيه. هل هو علاقه المانديبول للكرينيوم؟ مين هو اللي علاقه المانديبول للكرينيوم ده؟ ايه ده اللي هو الكوندايل بتبقى موجوده في اقصى حد ليها لورا، اللي هو اكتر مكان ريترودد، او اكتر مكان رجع فيه الكوندايل للخلف، او اكتر مكان بتكون موجوده فيه الكوندايل في الخلف، او موجوده في اخر مكان ليها في الجمجمه. طيب بيقول لك البيربوس، الغرض بتاع البلان اورينتيشن، يعني ان احنا نعمل البلان، ايه الغلط، ايه الغرض بتاعها؟ الاوكلوزال بلين، يعني ايه الغرض بتاع ان احنا نحدد الاوكلوزال بلين؟ ليه بنعمل يعني كده؟ guide in establishing the occlusal plane. يعني عشان يعني سؤال واضح، يعني هو سؤال واضح، يعني بيقول لك ليه بنحدد الاوكلوزال بلين، او هيفيدنا في ايه الاوكلوزال بلين؟ عشان يساهم لنا او يشتغل او يبقى مساهم او يوجهنا ان احنا نبقى رسمين او عاملين الاوكلوزال بلين. هو نفس تقريبا نفس الفكره. طيب بيقول لك الفري وي سبيس اوف ليس ذان نورمال، يعني لو الفري وي سبيس قليل في الكومبليت دنشر، يبقى المفروض ايه اللي هيحصل لو الفري وي، يعني لو باختصار حصل انكريزد، يعني لو حصل قول لي حاجه من الحاجات. ما هو معنى الفري وي سبيس قلنا لما يقل معناه ايه؟ ان هو انكريزد فيرتيكال دايمنشن ولا ديكريزد فيرتيكال دايمنشن؟ انكريزد increase vertical dimension. يبقى ايه الحاجه من الحاجات دي اللي هيحصل فيها الانكريز؟ حاجه من الحاجات resorption. العضه هتنزل من ارتفاع جامد قوي، ومن ارتفاع هتنزل من ارتفاع عنيف جدا، وهيفضلوا يخبطوا في بعض جامد او بصوره شديده. لما يخبطوا في بعض جامد او بصوره شديده ايه اللي هيحصل، او ايه الحاجه اللي هتحصل؟ هيحصل زياده التاكل بتاع العظمه، هتكون اسرع واقوى واكتر من اللزوم. زياده التاكل بتاعه العظمه هتكون اسرع واقوى. طيب الهنج اكسس، تاني الهنج اكسس بنحدده بايه؟ اللي هو بيتحدد بايه، او ايه اللي بيحدده؟ ايه اللي بيحدد الهنج اكسس؟ ايه الجهاز اللي بيحدد الهنج اكسس؟ الفيسبو.
اللي هو الكيناماتيك. الكيناماتيك ده اللي هو اللي فيه زي البلي كده بيحركه او بيعمل زي ده في اسبوع عادي، بس يقدر الدكتور وهو بيحدده يقول المريض افتح واقفل عشان يشوف الكوندال بتدور ازاي او بتعمل روتيشن ازاي. فده زي الفيس بول عادي، بس ده فيه زي بيبقى فيه زي مفاتيح كده تقدر تحدد الحركه زياده او تجيب الحركه بصوره دقيقه اكتر. طب الفري وي سبيس بنحددها بايه؟ ان هي ايه التعريف بتاعها يعني باختصار، ان هي بتساوي ايه او بتساوي ايه يعني؟ الفرق بين الريست والاكلوجن. مين اللي بيكون اكبر، الريست ولا الاكلوجن؟ الريست. الريست هو اللي اكبر، فبيبقى الفرق ثابت عند كل مريض. الفرق ما بين الفيرتيكال دايمنشن اوف ريست ان المريض قاعد كده ولا عاضد ولا بياكل ولا بيتكلم، قاعد كده وهو دايس على بعض، الفرق ما بينهم هما الاثنين ده اللي هو الفري وي سبيس اللي احنا قلنا عليها من 2 ل 4 مللي. طب الكيناماتيك فيسبول اللي احنا لسه قايلين عليه كونترا انديكيتد في الايدنشلس بيشنت، ما ينفعش نستخدمه في الايدنشلس بيشنت، ليه؟ لانه المفروض هيستخدم مع المانديبولار ريدج، لان المريض قلنا المريض اللي مخلع اسنانه بقى له فتره طويله تلاقي كده فكه وهو بيعض بيرقص، عنده حاجه اسمها ديفليكتيف اوكلوجن، بتلاقي فكه بيرقص كده وهو بيعض فكه مش ثابت، ان الموفمنت بتبقى مش دقيقه او ان اكيوريت او مش دقيقه. ده كل ده صح ولا حاجه واحده منهم ولا ايه اللي صح فيهم؟ كلهم صح. كله صح، لان احنا قلنا المريض اللي هو بيجي يعض او بيجي يعض، لو مريض مخلع اسنانه بقاله فتره طويله جدا لما بيجي يعض بتلاقي اسنانه وكانها بتعمل زي الرقصه كده، او الفك بتاعه اللي تحت بيعمل زي الرقصه كده او مش مظبوط. طب بيقول لك all consequence of edentulous، يعني كل الحاجات دي بتحصل مع الناس اللي مخلعين اسنانهم فتره طويله ما عدا في حاجه واحده ما بتحصلش، ايه هي؟ decreased length of lip. ليه بقى يعني هو ما راح تنقص ال decreased length بتاع اللب ولا decreased length بتاع اللب؟ المريض اللي خلع بقاله فتره طويله تحسوا ان شفايفهم بتبقى ضعيف يعني صغيره ولا شفايفهم كبيره؟ كبيره. كبيره ليه؟ لان بيقولوا حصل ارتخاء في العضلات، العضلات حصل لها ايه؟ حصل لها ارتخاء، فطولت الشفة أكن طولت الشفة وأكن الشفة بقت طويلة، فدي له حاجة الوحيدة الاكسبشن أو الغلط أو الحاجة اللي مش صحيحة، لأن بيحصل انكريز مش ديكريز اللينس بتاع اللب، بيحصل انكريز. طيب الكومبليت دينشر، يعني المريض اللي هو الكومبليت دينشر أو المريض اللي هو عامل كومبليت دينشر بيقول لك كومبلين بيشتكي إن هو عنده ألم في الزور وهو بيبلع، اللي احنا قلنا عليها لما يجي له صعوبه في البلع، ايه الحاجه اللي تخليه عنده صعوبه في البلع؟ اوفر اكستنشن. اوفر اكستنشن من اللينجوال فلانج الميترومايلر على الريجن. ايوه بوستيريور بلاتال. الاوفر اكستنشن لا، الثانيه الاوفر اكستنشن بتاع البوستيريور بلاتال سيل يعمل صعوبه في البلع بس يعمل معاه حاجه ثانيه. قلنا يعمل ايه؟ كان بيعمل صعوبه في البلع بس لازم يعمل معاه حاجه ثانيه. ألسر. كان لازم يعمل ألسر، كان لازم يعمل قرح، كان لازم ما يعملش صعوبه في البلع وخلاص، كان لازم يعمل قرح، كان لازم يعمل قرح او تقرحات في الفم. يعني الجواب بي؟ الجواب كده اللي هي مش بي، اللي هي في الريترومولر، من ناحيه الريترومولر هتفضل تحكه وهو كل شويه وهو بيبلع من ناحيه الريترومولر كده من ناحيه اللسان من جوه، اللي احنا كده قلنا عليها العضله ايه اللي كانت موجوده في المنطقه دي؟ المايلو هايويد والسوبيريور كونستريكتور ماسل.
طيب الاوفرلود دنشر بيس از كوزد باي، يعني الاوفرلود يعني يبقى تقيل او حمل تقيل او او ضغط تقيل، ده ممكن يتسبب بايه؟ لارج تي الاسنان اللارج بي ان هي البيس تبقى لارج سمول البيس سمول سمول بيس ان القاعده تبقى 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 قليله. عشان كده قلنا لما قلنا بنيجي بنعمل في لما كنا بنتكلم على البارشل قلنا لازم الميجر كونكتور يكون اوفر اكستندد، يكون اوفر اكستندد لاريا كبيره ليه؟ قلنا لازم يمتد الاريا كبيره ليه؟ او لازم يروح يملى اماكن كتيره ليه؟ ليه لازم يخلوه يملى اماكن كتيره او يملى مكان كتير؟ عشان يعمل حاجه اسمها عشان يوزع الجهد ريس ديستريبيوشن، توزيع للضغط، ان انت كل لما هتخلي البيز تضغط في مكان واحد يبقى هتعمل ضغط عنيف جدا وضغط شديد جدا، لكن كل ما توزع الضغط ده على اماكن كتيره او حتت كتيره كل ما الضغط يقل ويبقى قليل. فاللي هيعمل اوفرلود او هيعمل ضغط عنيف او هيعمل ضغط شديد ان يكون القاعده صغيره، ان تكون القاعده صغيره. طب دكتور احنا ليش ما ليش ما قلنا لارج تي؟ لا لارج تي تعمل تعمل مش اوفرلود، تعمل ستريس كونسنتريشن. خلي بالك بقى يعني ايه، يعني هم حاجتين شبه بعض بس فيهم فكره شويه، ان الاوفرلود حمل على على جزء معين، لكن الستريس كونسنتريشن تركيز القوه في النقطه بالظبط اللي بتدوس عليها السن دي او النقطه بالظبط اللي السنه بتدوس عليها دي. ايوه تركيز الضغط. تمام. طيب بيقول لك في مريض عنده لسه مصلح طقم من فتره قريبه، وبيقول لك ان هو جاي دلوقتي بيشتكي لك ان هو عنده صعوبه في البلع، يعني هو صلح الطقم ولسه من فتره قريبه ريسنتلي حديثا، يعني غالبا انت في مشكله عملتها في التصليح، ده اللي عايز يوصله لك يعني، يعني بيقول لك انت في مشكله عملتها وانت بتصلح الطقم ادت الى ان هو مش عارف يبلع فيه كويس، فايه المشكله اللي انت عملتها له بقى؟ Excess of vertical dimension with the increased intraocclusal لا with decreased intraocclusal. ايوه اللي احنا قلنا انت فاتح كده قلنا هيبقى عنده صعوبه في البلع امتى؟ انت فاتح كده كبير فيكون عندك increased vertical dimension مع الفري وي سبيس قليل يبقى عنده صعوبه في البلع او يبقى بيبلع بصعوبه او بلع بصعوبه. خدوا بالكم يا جماعه هي الاسئله كلها بتدور في فلك واحد بس عايزه ايه شويه تربيطات مع بعض، هي الاسئله كلها بتدور في فلك واحد او بتدور في حاجه واحده بس هي عايزه شويه تربيطات كده مع بعض. طيب بيقول لك الانديكيشن اوف اكسسيف بريشر اون بيزل سيتس باي دنشر بيز مي بي نون باي بيست نون باي، يعني بيقول لك ان في اكسسيف بريشر او اكسس بريشر في ضغط زياده او في ضغط عميق او في ضغط قوي على اللي بيعمله الدنشر بيز، دي ممكن نشوفها بايه او نعملها بايه؟ باي انديكيتور بيست اللي احنا قلنا عليها ايه اللي هي كانت في حاجه اختصار كده قلنا عليه كان موجود هناك وقلت لكم خلوا بالكم منه ده بيجي كتير وبيتكرر في الاسئله كتير البي اي بي اللي هي بريشر انديكيتنج بيست اللي بيشوف في الاماكن لما قلنا بنحطه لو عايزين نشوف الاطراف وكمان ده بنشوف بيه لو الاطراف اوفر اكستندد بتقوم حاطط العجينه دي على كل الاطراف وتخلي المريض يعمل بوردر مولدنج والحته اللي تلاقي فيها اتقطعت الصبغه دي او الصبغه دي اتقطعت او البتاعه دي مش موجوده يبقى هي دي فعلا اللي فيها المشكله وهي دي اللي عامله المشكله لان احنا قلنا هل ينفع نعتمد على شكوى المريض يعني ينفع اقول للمريض شاور لي على الحته اللي بتوجعك او الحته اللي مضايقك لا مش هيعرف يجيب اجابه صحيحه ومش هيعرف يقول اجابه صحيحه ومش هيعرف يجيب اجابه صحيحه بيقول لك patient complain of looseness of denture within 2 hours of insertion the most likely cause يعني بيقول لك مريض لسه مركب طقم دلوقتي وبيقول لك ان هو لسه حاطه لقاه بقى مش ماسك ما بيمسكش اول مشكله قلنا اول مشكله تظهر مع المريض اول مشكله تظهر مع المريض اول مشكله واشهر مشكله واكثر مشكله تظهر مع المريض قلنا سواء قال لك تركيبات سواء قال لك حشوات قال لك فيكسد اسرع مشكله بتظهر في اي حاجه في مجال الاسنان هي ايه اسرع مشكله بتظهر الاوكلوجن
الاوكلوجن اسرع مشكله بتظهر. طب ليه ما قلناش مثلا ان ريتينتيف دنشر؟ يعني ليه ما قلناش ان ريتينتيف دنشر؟ لان لو ان ريتينتيف ما كانش كان هيقول لك ساعتين ليه؟ لو ان ريتينتيف ليه كان هيقول لك ساعتين؟ كان هيقول لك بس مجرد ما بيحطه بيقع من مكانه. ليه هو ذكر لك مصطلح ساعتين دي او قال لك المصطلح بتاع ساعتين؟ يبقى المريض عضته بترقص وهو بيعض او العضه بتاعته فيها مشكله، لان لو كانت مشكله في الريتنشن او في مشكله في السلايفا مثلا او في مشكله في الريتنشن بتاع الطق كان هيقول لك مجرد ما بيحطه بينزل على طول، ما بيثبتش الساعتين دول، مجرد ما هو بيلبسه بينزل في نفس الوقت او بيقع في نفس الوقت، ما كانش هيستنى عليه ويقول ساعتين او يعمل ويقول ساعتين يعني. بيقول لك النمنس ده اللي هو الخضر او احساس زي الخضر كده او زي التخدر كده. Over extended the lingual borders. حاضر يا فيصل، ماشي حاضر. بتقول ايه يا دكتوره؟ اوفر اكستندد لينجوال بوردرز ممكن تسبب خدر. في نمنس وتانجلنج في السنسيشن في الانتيريور وان ثيرد اوف تانج، يعني في النص في الثلث الاولاني بتاع اللسان. يبقى المفروض احنا دوسنا على ايه كده؟ ايه اللي يخلينا ندوس على ايه الحاجه ايه العصب لما ندوس عليه يعمل تخدير في النص او الثلث الاولاني بتاع اللسان؟ منتال فورامين. منتال فورامين. المنتال فورامين، المنتال فورامين. يبقى في مفروض الحاجه اللي دايس عليها او دايس عليها دايس على فين او دايس فين؟ هو انا كده يا جماعه ده ليه علاقه بالمنتال فورامين؟ يعني ده ليه علاقه كده في المنتال فورامين؟ ايه علاقه اللسان التخدير اللي راح للسان بالمنتال فورامين؟ ايه العلاقه يعني؟ ايه العلاقه؟ ايه العلاقه؟ superior constricted muscle ولا لا؟ التخدير لا. التخدير بتاع اللسان جاي منين يا جماعه؟ ده المفروض حاجه الف باء الف باء. التخدير بتاع اللسان ما هو اسمه لسان، يبقى التخدير بتاعه العصب بتاعه اسمه ايه؟ لينجوال. لينجوال نيرف. ده اللسان يعني لينجوال، يعني هو اللينجوال نيرف. يبقى احنا كده المفروض الاوفر اكستنشن كان من ناحيه بره ولا من ناحيه جوه؟ ناحيه جوه. ناحيه جوه. احنا دوسنا على جوه، ما دوسناش من الحته بتاعت المنتال نيرف، عشان بس الدكتور اللي قالت منتال نيرف لا، منتال نيرف كان هيقول لك جاي له تخدير فين؟ لو احنا كنا دايسين على المنتال في شفته كان هيقول لك جاي له تخدير في الشفه، كان هيقول لك جاي له في الشفه، جاي في الشفه، يعني زي ما كده ما بتدي المريض البنج يقول لك شفتي خضرت، شفتي خضرت ونص لساني، نص لساني جاي من اللينجوال والشفه جايه من الانفيريور الفلر اللي هو بيتفرع بعد كده المنتال وانسايز. بس اللي بيبقى جاي للسان هو اللينجوال، واللي جاي للشفه هو الانفيريور الفلر او الانسايز في المنتال. فكده يبقى الفلانجز طويله منين او طويله من ناحيه ايه؟ طويله من ناحيه جوه من الداخل جوه اللينجوال او من ناحيه الداخل او من ناحيه جوه. طيب الاورال اكزامينشن اوف ايدنشلس بيشن شود انكلود ديجيتال بالبيشن. الديجيتال بالبيشن يعني تفضل تدوس كده بصوابعك، لازم تعمل بصوابعك ديجيتال يعني صباع، يعني لازم تفضل تدوس بصوابعك. ليه لازم يعني ليه لازم اعمل بالبيشن بصوابعي كده؟ ما اعملش ليه بالبيشن مثلا بمرايه مثلا، ولا اعمل بالبيشن باي ليه لازم ادوس بصوابعي كده؟ شوف الاندر كات بفحصها، عايز اشوف ايه صوابعي. شوف الاندر كات هتوريني اللي هي حتت الاندر كات هتوريني. هل هي ليها علاقه ان هي تشوف الارش فورم، ان هي تشوف الاكيوريت؟ لا، ان هي تشوف الريليشن شيب. لا، الريليشن شيب دي قلنا بالسنتريك ريليشن. فعشان نشوف ايه او ايه الحاجه اللي تخلينا نعمل ديجيتال او نعمل بالصوابع ان احنا نشوف الاندر كات. دكتور السؤال اللي قبله ليش ما اخترنا انه شارب؟ طب هي لو شارب، لو هي حاده يبقى يعني هتعمل لنا ايه لو هي حاده؟ يعني يعني هتغير ايه لو هي حاده؟ لكن اوفر انا عايز ادوس على النيرف من تحت او عايز ادوس على العصب وهو ماشي من تحت من قاع الفم، يبقى اللي يدوس عليه الحاجه الحاده ولا الحاجه الطويله؟
اللي تعمل ضغط على العصب. هو العصب ماشي من تحت من قرب الفلور بتاع الماوس كده، من قرب قاع الفم، يبقى مفروض الحاجه اللي هتدوس عليه وتعمل ضغط على العصب، هل هي الحاجه اللي عامله زي السكينه يعني رفيعه، ولا الحاجه الطويله؟ طويله اللي هي الاوفر اكستندد او الطويله. طيب بيقول لك طيب دكتور سؤال، معلش دكتور السؤال، هلا الاندر كات بالريدج كيف بيكون؟ يعني يعني بيكون طالع نازل ولا حاد ولا اندر كات؟ يعني يعني يكون طالع يعني مبقلل كده، عارفه لما تلاقي حاجه اكن فيها زي البقليله كده، او طالعه زي البقليله، زي ما كده كان في مثال قلنا عليه لما يجي لك اندر كات في الانتيريور ويجي لك اندر كات في التبروستي، لما قلنا بتاع التبروستي نشيله جراحيا، لكن بتاع لو انت بصيتي على كومبليت دنشر ساعات بتلاقي كومبليت دنشر المعمل عامله مجوف من جوه، ده اللي اسمه الريليف اللي بيقعد فيه الاندر كات، هو ده الريليف اللي بيقعد فيه حته العظمه الزائده او الحته بتاعه العظمه اللي طالعه زياده لبره اللي هو الاندر كات. طيب بيقول لك بيشن كومبلين اوف جنراليزد سورنس، يعني في قرح او تقرحات على كل الفك اللي تحت، على كل الريدج بتاع الفك اللي تحت، خلي بالك على كل الريدج، على كل الريدج، يبقى دي كده ايه المشكله؟ ضغط سياسيز فيرتيكال دايمنشن، ان احنا نفس الفكره برضو يا جماعه قلنا هي يعني الطقم مفتوح جامد قوي فبينزل جامد قوي، بينزل ضغط كده جامد قوي او بينزل ضغط شديد قوي، يبقى كده في زياده او العضه زياده او الفتحه بتاعه العضه زياده او العضه مفتوحه زياده او فيها انكريز. طيب بيقول لك العضه، يعني ده سؤال كده بيقول لك ان العضه مفروض القوه بتاعه العضه في الناس الطبيعيين بتبقى قد ايه، وفي الكومبليت دنشر بتبقى قد ايه؟ هو ممكن تحله بالاستبعاد كده ان اكيد هتشيله اللي بيكون فيه، لان لازم مليون في المية لازم يكون العضة الطبيعية اكتر اكيد من عضة الطقم، فلازم تشيله الحاجات اللي فيها العكس، وممكن تشيل لكم واحدة ولا اتنين، ومثلا تشيلوا الرقم ده مبالغ فيه جدا 9000، ده دي مثلا ده وزن 10 تريلات فوق بعض، 9000 نيوتن ده وزن غير طبيعي، وزن، فممكن نشيل ده ونشيل الرقم اللي بيكون فيه النورمال ديبريشن اكتر، فكده معانا رقمين، كده معانا رقمين، معانا رقمين اللي نفكر فيهم بدل اربعه، في رقمين بدل ما نفكر في اربعه نفكر في رقمين. 130 نيوتن. اتصال بصديق. يعني ما فيش دي 100 نيوتن دي برضو قليل جدا، يعني ده قليل جدا، فهي بتكون 600 نيوتن في الناس الطبيعيه و110 في الناس الكومبليت دنشر، و110 في الناس الكومبليت دنشر. طيب دكتور هيك اسئله مهم، يعني بصوا برضو في نقطه مهمه كده يا جماعه، في 10 ل 15% لازم يحطوهم في كل امتحان، ده الاسئله من النوعيات دي، هي الاسئله ال 85% هتيجي اسئله زي اللي احنا حليناها في الاول مباشره وسهله وبسيطه، واللي مذاكر حتى نص مذاكره هيعرف يحلها، لكن لازم في كل امتحان يحط 10 15% كده. لازم تيجي، لازم تيجي اسئله غريبه، لازم لازم في كل امتحان لازم يكون فيهم ال 10 15%، وانت كل ما هتذاكر اكتر النسبه دي هتقل، يعني اللي بيذاكر كويس قوي هيلاقي النسبه الغريبه مثلا 5% او 6%، اللي هيذاكر اكتر واكتر ممكن يلاقيهم 2 3%، اللي مش هيذاكر خالص ممكن يشوفهم نص الامتحان او اكتر من نص الامتحان فعلا. فهو بس هو لازم لازم في اسئله تتحط غريبه يعني. طيب هل 10% هنا محصورين بالام سي كيوز ولا كده في مصادر ثانيه ولا كيف؟ لا كده كده هي الاسئله الغريبه كلها هي من الموقع اللي انا بشوفها، هي من الموقع ده. طيب بيقول لك لو الدنشر عملناه نظفناه في بويلنج ووتر، يعني نظفناه في ميه بتغلي، ميه فيها غليان، ميه بتغلي، ايه اللي ممكن يحصل له؟ الاكريل يسيح؟ لا، لو معدن ماشي، لو احنا بنقول بارشل دنشر يعني مثلا
وارد يطاش يعني يحصل له زي ايه بيقولوا على ايه اللي اكن في تجاعيد كده، زي الحاجه كده متجعد كده، او يحصل لها زي تجاعيد، او تتعمل زي تجاعيد، او يبقى فيها زي تجاعيد. طيب الدايركشن اوف ريزوربشن اوف ماكسيلا، احنا قلنا الماكسيلا بتدوب ازاي او بيحصل لها دوبان ازاي، ده قلنا كتير وقعدنا نقول فيه كتير. من بره لجوه ابورد انورد ابورد وين يعني نختار ايه؟ طيب ما نختار ايه كده ابورد والناحيه والناحيه الداخل يعني ناحيه اللينجوال. وقلنا اللور بيدوب ازاي او بيتاكل ازاي او بيحصل له ريزوبشن ازاي اللور؟ لينجوالي من جوه لبره، من جوه لبره، يبقى كده بيدوب داون وورد وباكالي، داون وورد وباكالي. طيب بيقول لك الهاوس كلاسيفيكيشن، الهاوس كلاسيفيكيشن دي اللي احنا قعدنا نقول منتال ومش عارف ايه، واللي هو كان فيهم التصنيفات بتاعه المرضى دول اللي احنا قعدنا نشرح فيهم المريض الغير متعاون والمريض الفيلوسوفي، فده بيشوف ايه او بيعمل ايه ولا بيشوف ايه اللي بيشوفه وبيختبر ايه؟ اللي احنا قلنا فيهم اربع انواع مرضى، في المهمل وفي المكترث وفي الهستيريكال وفي مش عارف الفيلوسوفيكال وفي مش عارف ايه، وقلنا عليها دي مهمه بيجيبوها في الامتحان كتير. بيقيس الحالة العقلية اللي احنا قلنا فيها مريض اللي هو الانديفرنت، الغير مبالي، الغير مكترث، الغير مهتم، فيها الهستيريكال اللي هو المريض النفسيا ده والمريض العصبيا، فيها الاكزاكتنج المريض اللي بيدور كتير وبيبحث كتير وبتاع جوجل والحاجات دي، والمريض اللي هو الفيلسوفكال اللي هو الحكيم اللي بيقعد ساكت وما بيفتحش بقه خالص. طيب بيقول لك الانكنترولد دايابيتس، يعني السكر احنا قلنا الانكنترولد ده اللي هو كانت نسبته في السكر التراكمي اللي هو الاتش بي 1 سي ده كانت نسبته بتبقى فوق كام؟ فوق 8. فوق 8%، فوق 8%. طيب بيقول لك ده مشكله بالنسبه لي كدكتور تركيبات في ايه؟ ان هو يعني ايه المشكله اللي هيعملها لي؟ بون ريزوربشن وزيروستوميا. تمام، يبقى نختار ايه؟ البون ريزوربشن ولا السليفري فلو؟ اي مور بون لا، لان هنا كاتب انكريز، ده هو مفروض العكس، هو ديكريز يعمل انكريز، ده المفروض هو بيعكس، هو بيعمل زيروستوميا جفاف الفم يعني بيعمل ديكريز يعني بيقلل او بيعمل كده، يبقى الموضوع ان هو. وممكن طب لو جاب لنا نفس السؤال ده وقال لي انا كدكتور سيرجري يبقى السكر ياثر عليا في ايه؟ يعني لو جاب لي نفس السؤال كده بنفس الكيفيه وقال ان انت مش بروسودونتست، قال ان انت اورال سيرجري، يبقى ممكن يديك في ايه؟ الهيلينج، في الهيلينج والانفكشن او الليابيليتي للانفكشن، الهيلينج والسكسبيليتي او الفرصه او الفرصه تكون زياده للعدوى او التعرض للعدوى. طيب لو في فليتنج وبينفول سورس، سورس اللي هي قرح، يعني في قرح موجوده، القرح موجوده وفليتنج، يبقى ده بسبب ايه؟ ده بسبب ايه؟ خلوا بالكم فليتنج يعني على كله، خلوا بالكم يا جماعه فليتنج يعني على كله، على كل الريتش اللي احنا لسه قايلين على الريتش كله من اوله لاخره، مش متركزه في نقط، خلوا بالكم مش متركزه في نقط. فيرتيكال دايمنشن، ايوه اللي احنا قلنا عليها. نفس بصوا يا جماعه، هو نفس السؤال بس جابه باربع صيغ دلوقتي، يعني هو نفس الفكره بس عمال يدور حواليها، او بس هي نفس الفكره. قلنا برضو هنكبر المسافه كده معناه ان هو هيفضل يخبط من مسافه بعيده او مسافه قويه، فهيعمل تقرحات. لو قال تقرحات مخصوصه في حتت معينه يبقى نقول مال اوكلوجن، لكن لو قال في كله او في الريدج كله يبقى دي في انكريزد للفيرتيكال. وجايب هنا الانكريزد في الفيرتيكال دايمنشن جايبها بصيغه كده او عاملها بصيغه ان هو عامل يقول لك ان المستوى بتاع وجهه طويل او كبير او ضخم، يعني جايبه بتعريف تاني. طيب البيرنينج سيسيشن في الانتيريور بلد اوف بيشنت ويرنج نيو كومبليت دينشر، يعني مريض لسه بيرتدي طقم جديد وعنده بيرنينج سيسيشن في البلد، يبقى ده من ايه ولا ايه اللي insufficient relief في الانسيزف بابيلا.
ايوه اللي احنا قلنا المفروض بنسيب قد ايه او بنعمل قد ايه، احنا قلنا المفروض بنسيب لها مسافه كده ولا بنعمل لها مسافه؟ من 8 إلى 10 8 إلى من 10 8 ل 10 مللي، بنسيب لها من 8 ل 10 مللي. طيب البانشد اوت ليجن اون الفلار ريدج، بانشد اوت يعني عامل زي التاكل كده، اكن العظم متخرش كده او متاكل، ده المفروض بيكون بسبب ايه؟ يعني بقول لك لو لقينا حاجات كده على الريتش، على قلب اللثه، واكن منقر كده، اكن في حد منقر اللثه، عامل تنقيرات كده او منقر كده، زي حد كده مشكشك بدبابيس او عامل شكشكه بدبابيس في قلب سطح الريتش، يبقى دي اي دي ولا اي دي من اي دي؟ اي الاكريل ماله نعم، يبقى الاكريل مش متنعم، اكن في حاجات عامله زي راس الدبوس فعماله تنقر، عماله تنقر، عماله تعمل نقر او تعمل نقر في قلب الريدج او تخلي فيه اكن فيه نقر في قلب الريدج. طب بيجي سؤال كتير جدا في الامتحان، مين الليجن اللي عندنا؟ في ليجن مشهور جدا بيعمل شكل البانشد اوت ده على الاكس راي وبيحبوه في الامتحان كتير جدا وبيجي كتير جدا. مفيش منه ولا نسخه نكروفاجيك اسيت اوف جينجيفايتس. اه البانشد اوت اللي في اللثه، ماشي تمام ممتاز الله ينور عليك، اللي هي بتاعت الانيو جي بتعمل بانشد اوت او كراتر شيل. لا في واحد بقى في البون في العظم وبيجيبوه كتير بيحبوه كتير، اللي هو السرطان بتاع العظم اسمه المالتيبل مايلوما، بيحبوه المرض ده كتير وبيجيبوه كتير في الامتحان وبيجيبوا الشكل بتاعه كتير في الامتحان، يجيب لك صورة اكس راي كده وتحس ان السكال، يجيب لك صورة سكال كده او صورة جمجمة وتلاقي كأن الجمجمة في حد منقر فيها كده او حد عامل تنقيرات زي تنقيرات الدبوس كده، بيسموها البانشد اوت او بيقولوا عليها البانشد اوت او بيسموها البانشد اوت، وده مرض المالتيبل مايلوما وده سرطان في خلايا البلازما سيل، الخلايا بتاعه المناعه بتاعه البلازما سيل بيجي فيها سرطان فتخش وتخترق العظم تعمل زي النقر كده او نقر الدبابيس. الدبابيس مشهور جدا المرض ده وبيجيبوه كتير، هناخده في الميديسن ان شاء الله. طيب بيقول لك which of the following is best denture بيشنت، يعني قلنا انهي نوع من الانواع، اقعد يا حاج، يقعد الحاج وما يفتحش بقه ولا يتكلم ولا يعمل لك اي مشكله ولا يعمل لك اي حاجه، اللي احنا قلنا عليه اللي هو الحكيم او اللي هو بيسمع الكلام، بيجي يقول لك والله يا دكتور اللي انت شايفه صح اعمله انا ما اعرفش اي حاجه، فده احسن واحد وافضل واحد واحسن واحد عندنا. طيب بيقول لك ان ادنشر ويرنج بيشنت ذير از، يعني بيقول لك في المريض اللي بيرتدي الطقم المفروض ان هو يكون فيه ايه او ايه اللي المفروض يكون فيه؟ هل مش هيبقى فيه بون ريزوبشن خالص ولا هيبقى فيه تكون للعظم ولا غير معتمد على الطقم هو كده كده هيحصل البون ريزوبشن، ولا الاول هيحصل بون ريزوبشن وبعد دي. كده بقى بالتتابع هيحصل بون فورميشن؟ دي هيحصل بون ريزوبشن، اه هيحصل كده كده هيحصل، سيطرت عليه ما سيطرتش عليه، حاولت تتحكم فيه ما حاولتش تتحكم فيه، كده كده هيحصل بون ريزوبشن، في اسنان اتخلعت وفي اسنان مش موجوده، كده كده مش بمزاجك ده حاجه غصب عنك، كده كده هيحصل بون ريزوبشن. طيب بيقول لك all of the following statement about denture stomatitis، يعني احنا واحنا بنتكلم على denture stomatitis كل ده صحيح ما عدا حاجه واحده غلط، denture stomatitis دي الاحمرار اللي كان بيجي تحت الطقم كل ده صحيح ما عدا ايه؟ في حاجه واحده غلط. more common in men، هي اكتر في الفيميل ليه؟ طيب stressed، الله ينور عليك، لان الستات نسبه فرصه ضعف المناعه عندهم اعلى بكتير جدا من فرصه الرجال، واحنا قلنا الكانديدا اول لما تلاقي فرصه
لقله المناعه او المناعه تهبط على طول، هي بتخش وعلى طول هي بتهجم، او لما الكتيله تلاقي فرصه ان المناعه هبطت او المناعه نزلت على طول هي بتهجم او تعمل هجوم. فتلاقي الستات على طول حتى الامراض المناعيه والحاجات اللي هي المناعيه يقول لك على طول بتيجي في الستات، عشان الستات بياخدوا الحاجات على اعصابهم وبيعملوا على اعصابهم، فبيبقى اكتر في الستات الحاجات كلها اللي هي ليها علاقه بالتوتر العصبي والحاجات دي بتبقى اكتر في الستات. بيقول لك which of the following is not mandibular major connector، يعني ايه الحاجه من الحاجات دي اللي ما بنستخدمهاش في اللور، مين من دول ما بنستخدمهمش في اللور؟ لينجوال ارش، لينجوال بار، ليبيال بار، ليبيال بار. في حاجه اسمها اللينجوال ارش؟ لا ما مر. لكن الليبيال قلنا، مش قلنا لو الاسنان راجع لورا او ريترو كلايند بنركب له اللي هو ماشي من بره في الليبيا البر موجود، لكن في حاجه اسمها اللينجوال ارش؟ مفيش حاجه اسمها اللينجوال ارش. طب اللينجوال ارش ده كان بيستخدم في ايه؟ استخدم في حاجه ثانيه بقى، مش ميجور كونكتور، ليه استخدام ثاني مشهور وبرضه بيجيبوه في الامتحان. اورثو. بالاورثو. يعني قربت، يعني هو مش اورثو كاورثو، هو ليه استخدام كده يعني. لما يكون سبيسمن تينر بايلاترال، يعني لما يجي يقول لك مريض فاقد الدي والاي على الناحيه اليمين والدي والاي على ناحيه الشمال، هيجي يقول لك نعمل له باند اند لوب ولا مش عارف نعمل له ديستال شو ولا نعمل له بايلاترال باند اند لوب، بنعمل له حاجه اسمها اللينجوال ارش، بنعمل له حاجه اسمها اللينجوال ارش. الفانكشن اوف ماينور كونكتور، الماينور كونكتور الوظيفه بتاعته ايه؟ ان هو بيعمل ايه؟ ايه الفانكشن بتاعت الماينور كونكتور؟ connect the major connector، connect the major connector to all parts of the... بيربط ما بين الميجر كونكتور ما بين بقيه الاجزاء الثانيه كلها بتاعه البارشال دنشن، بيربط ما بين الميجر كونكتور ما بين كل الاجزاء الثانيه بتاعه البارشال دنشن. طيب الموست ريجيد، اكتر واحد ناشف في الميجر كونكتور هو مين؟ اكتر واحد ناشف قوي في ثلاثة البليه، هو الانتروبوستيريور. لا انتروبوستيريور، الانتروبوستيريور اكتر بار. واحد قوي الانتروبوستيريور اللي هو عامل زي الشباك، اللي هو الانتروبوستيريور اكتر واحد قوي اللي هو عامل زي الشباك. طب اقل واحد في القوه مين هو؟ اضعف يو شيب، الهورس شو، الهورس شو او اليو شيب. طيب الادفانتج اوف يو شيب، لسه قايلين اهو الادفانتج اوف يو شيب بلاتال ستراب از انكريز، يعني ان هو بيزود ايه؟ اليو شيب ده بيزود لي ايه او بيعمل ايه؟ سبورت ان احنا لما بتيجي ندوس عليه، ليه بقى السبورت بيزيد؟ يعني اشمعنى السبورت بيزيد؟ ليه؟ لو حد جابها هيبقى ممتاز، لانه هو متصل مع الاسنان دايركت. نور عليك، لان ده الوحيد في الابر اللي بيبقى لازق على الاسنان، فما بيبقاش في حاجه اسمها كومبريسابيلتي. في حاجه اسمها كومبريسابيلتي، لما الحاجه تقعد على سوفت تيشو لما تيجي تدوس عليها تبقى عامله زي السوسته كده، كانها عامله زي السوسته، لكن الحاجه اللي بتقعد على هارد تيشو او بتقعد على اسنان تيجي تدوس عليها ما تتدس، ما تتزقش لتحت او ما تتدس لتحت او ما تتزقش لتحت، فكده تبقى بتعمل اكنها زي الريست بالظبط، بتعمل سبورت، بتمنع التيشو وورد موفمنت، بتمنع التيشو وورد موفمنت او الحركه باتجاه الانسجه. طب التيشو ستوبس اللي هي حتت الاكريل اللي احنا بنقلبزها كده جوه التري واحنا بناخد بيها المقاس، دي بتساعدنا في ايه؟ كل دكتور. لا ما دي مش هنعمل بقى هنا القاعده اللي احنا قلناها. ستابلايزيشن، انتروبوستيريور ستابلايزيشن. ان هي ما تتارجحش، اكنك عامل زي ما حد كده ايه، زي ما يقول لك في مثلا مش عارف ايه، لما يبقى عندك مثلا مكتب كده او حاجه ويقول لك حط له حته ورقه او حته كرتون تحت
عشان ما يفضلش المكتب ده رجله ترقص او رجله تتهز او يفضل يتهز، او مثلا يقول لك في كرسي عندك رجوله مش ثابته كده ولا حاجه، فيقول لك حط حته حاجه كده كالكعه وحطها تحت الرجل اللي بتتهز، يقول لك الحاجه دي تثبت وما تتحركش تاني. هو نفس الفكره بالظبط، يعني نفس الفكره بالظبط كان هم بيحطوا حاجات زي التخشينه كده، او يقول لك اعمل له تخشينه، يعني زي التخشينه فتخليها تثبت في المكان بتاعك، كلبش في المكان بتاعك، فما تتقدمش وما تتحركش لقدام، يعني ما تتحركش لقدام والخلف. طيب بيقول لك الميجر كونكتور اوف ماكسيلري ريموفبل دنشر مي بي بيدد تو، يعني المفروض ان احنا نعمل له بيتس، يعني زي الرجول كده، او زي نطلع منه زي البزابيس كده. ليه؟ الريتنشن دكتور. لا او ايه بروديوس سترينجر فروم وورك. ليه بنعمل له زي يعني اكن في كده حاجات كده؟ ما هي نفس الفكره يا جماعه، يعني نفس الفكره. positive contact to tissue عشان يأكنه بيعشق كده، او بيعمل زي تعشيق كده، او بيعشق كده على الانسجه، او بيكلبش يعني في الانسجه. نفس الفكره، كانه بيكلبش في الانسجه وبيلزق على الانسجه، او بيستقر على الانسجه، او بيعمل استقرار على الانسجه. طب الميجر كونكتور ممكن ايه الوظائف بتاعته؟ اي ان هو بيربط all of the above شمال، وبيوزع القوة وبيعمل توزيع للقوة. قلنا بنمده الاريا كبيرة او بنمده المكان كبير عشان يوزع القوة، وبيمنع التورك. التورك ده اللي هو العزم او اللفة او الروتيشن، فيبقى كله، يبقى كله هو بيعمل كله، هو بيعمل الحاجات كلها. اللينجوال بار از يوزد ان كونديشن وير، اللينجوال بار بنستخدمه لما يكون ايه؟ يعني لما يكون ايه موجود؟ الفرينم شالو ديب شالو، يعني حاجة صغيرة، يعني لما يكون مسافة صغيرة يبقى استخدم اللي بيمشي تحت الأسنان. يعني لو أنا عندي المسافة تحت الأسنان صغيرة كده، يبقى هستخدم في المسافة الصغيرة دي اللي بيمشي فوق الثمانية. الديب عفوا أنا اتخربطت. لما يكون المسافة عميقة لتحت أو نازلة لتحت كبير، أو المسافة اللي احنا قلنا عليها لازم تكون أكبر من 8 ملي عشان أقدر أستخدم، اللي بيمشي تحت الأسنان أو اللي بيعمل تحت الأسنان لازم المسافة تكون أكبر من 8 ملي، اللي هو لازم تكون ديب. طيب بيقول لك الموست كومن، أو الموست كومن كومبلين، يعني أكتر شكوى بيشتكيها المريض اللي هو عنده سيك بالاتال بار، يعني لما يكون في عامل له في البلد بتاعه حاجة تخينة أو حاجة ضخمة، اكتر حاجه المريض هيجي يشتكي منها ايه، او اكتر شكوى المريض هيجي يشتكي منها ايه؟ swallowing. تمام، يعني اختيار سي، هيبقى عنده صعوبه في البلع، حاسس ان في حاجه كتله فبيبلع بصعوبه، او في صعوبه وهو بيبلع، او في صعوبه في البلع بتاعه، في صعوبه في البلع بتاعه. طب البوستيريور بالاتال بار، البالاتال بار اللي بيمشي في الخلف من ورا خالص، مش الانترو بوستيريور، لا البوستيريور اللي هو بيبقى ماشي ورا خالص، بنحطه فين؟ المفروض بحطه فين؟ او بحطه في انهي مكان؟ سي جاكشن هارد اند سوفت. الجاكشن بتاع السوفت والهارد بلد ده اللي احنا قلنا عليه ايه؟ فايبريتنج لاين. لا، الانتيريور بالاتال سيل اللي احنا قلنا فيه خطين، الانتيريور بالاتال سيل ده جنكشن ما بين السوفت والهارد، والبوستيريور بالاتال سيل جنكشن ما بين الايموفمنت والموفبل السوفت بلد، الايموفبل والموفبل بتاع السوفت بلد. طيب الادفانتج اوف وايد بالاتال بار، يعني ان هو الواسع، يعني اللي هو مغطي اريا كبيره او مغطي مكان كبير اكتر من الضيق، اللي مغطي مكان كبير اكتر من الضيق، ان هو ايه هو، او ايه يعني ايه الميزه، less bulky
دي دكتور مور تيشو كفرج اريا بسلسي لا لسبالك ان احنا الحاجة اللي بتغطي مكان كبير ممكن نعملها بسكنس رفيعة لانها تجيب ريتنشن، في حين ان الحاجة اللي بتكون رفيعة يقول لك لازم تعملها تخينة عشان تجيب قوة او تعمل قوة. فكده الميزة بتاعت اللي هو الواسع او اللي هو اللي بيكون يعني كبير او 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 مغطي مكان كبير ان احنا نقدر نعمله ايه؟ نقدر نعمله بتخانة رفيعة ويدينا نفس القوة بتاعت التاني، نقدر نعمله بحاجة رفيعة ويدينا نفس القوة بتاعت التاني. الميتال دينشر بيز، احنا عندنا الدينشر بيز قلنا في ميتال وفي اكريل، بيقول لك الميزة بتاعت الميتال ان هي ايه؟ الميزة بتاعت المعدن ان هي ايه؟ سي اتوقع الريبيزنج، لا الريبيزنج المعدن مستحيل تعمل له ريبيزنج وريلاين، استحاله مستحيل استحاله. ايه ان هي مش احنا قلنا يا جماعه لو انت بصيت على الاكريل كده بتلاقيه من تحت كده اكنه منقر كده او في زي النقر فيجمع الاكل ويعمل اكل ويعمل عفونه ويعمل ريحه ويعمل مشاكل، لكن المعدن تقدر تعمله ناعم جدا هايلي بولش يعني ناعم جدا او نعم بصورة كبيرة. فالنعم بصورة كبيرة ده يعمل إيه؟ يبقى هايجينيك ولا نوت هايجينيك؟ يبقى هايجينيك، يبقى يزود التيشو توليرانس أو يزود التيشو أو تقبل الأنسجة يعني أو التقبل بتاع الأنسجة. طيب البلاتال استراب اللي هو كان بيبقى الرفيع في النص ده، ده إيه ده ولا إيه ده؟ إيه الميزة بتاعته؟ ايه اللي احنا قلنا اللي بيغطي، قلنا نفس الفكره لما نعمله مغطي اريا كبيره يبقى ممكن نعمله ايه او نعمله ايه لما يكون مغطي اريا كبيره او لما يكون مغطي مكان كبير نعمله ايه؟ سماكه الرفيع عادي نعمله رفيع وهيدينا قوه برضو، نعمله رفيع خالص وهيدينا قوه برضو. طيب الادفانت برضو تاني الميتال دينشر بيز الادفانتج بتاعتها ايه هي؟ كله بتزود الهيديتي بتزود القوه بتقلل الحجم بتعمل قلنا بتبقى هايجينيك لانها بتبقى ناعمه من تحت او فيها نعومه من تحت فما بتجمعش اكل وما بتحوش اكل فبتبقى الالتئام بتاعها بتاع الانسجه او مع التعامل بتاعها مع الانسجه بيكون كويس. فبيقول لك الديزاين اوف ماكسيلري كاست ريموفبل بارشل دينشر الفريم ورك ويز دبل بار، دبل بار يعني اللي هو انترو بوستيريور. بيقول لك تايب اوف ميجر كونكتور از انديكيتد وين، يعني بنعمل الدبل اللي هو اللي عامل فيه زي الفتحه او زي الشباك ده بعمله امتى؟ كانت التوري كبيره، لا هو المفروض بنعمله في صغيره بلات في البلات توبي يعني اللي احنا بقولنا عامل زي الشباك ده، اللي عامل زي الشباك ده هستخدمه امتى؟ اللي هو بيبقى عامل كده زي الشباك اللي هو الانترو بوستيريور بلاتال استراب اللي هو زي الشباك ده. ايه؟ لما يكون عايز اخد ماكسيمم سبورت، لا ماكسيمم سبورت يبقى نعمل فول بلاتال بليت اللي هو بيغطي البلد كله، ده اللي بيدي الماكسيمم سبورت او الدعم الكبير او الدعم الشديد. سنجل بلاتال بار كونكتور ويد فليكس. ان ممكن ان لو انا عملته واحد بس او عملته سنجل بس يعني عملته مثلا انتيريور بس كده او عملته بوستيريور بس كده ممكن ينسني او ممكن يتعرض للانسناء او ممكن يتعرض للانحناء، فنعمله ايه؟ نعمله واحد ورا واحد قدام عشان يمسك نفسه، فنعمله اللي هو الانترو بوستيريور او اللي عامل زي الشباك او شبه فتحه الشباك اللي هو الانترو بوستيريور. يبقى ده نستخدمه امتى ونعمل ده امتى؟ لما يكون اللي لو انا عملته فردي ممكن ينسني بسهوله او يحصل له انسناء بسهوله او يحصل له انحناء بسهوله. طيب بيقول لك اللينجوال بار كونكتور شود بي لوكيتد ات ليست هاو ميني مليمتر لو جينجيفال مارجن، يعني تحت الجينجيفال مارجن على الاقل، على الاقل بمسافه قد ايه؟
أربعة فور على الأقل. إحنا قلنا أربعة تحت وستة فوق، فعلى الأقل يبقى الرقم كام؟ أو الرقم يبقى كام على الأقل؟ يبقى أربعة. الرقم يبقى كام على الأقل؟ يكون أربعة. أربعة بتبقى تحت وستة فوق، أربعة في ال في ال في اللور وستة في الأبر. طيب الآن الأيديال دينشر بيز ماتيريال، يعني الأكتر دينشر بيز يبقى كويسة أو تبقى حلوة، مفروض الصفة اللي ما تبقاش فيها، الصفة اللي ما تبقاش فيها، يعني عشان أقول الدينشر بيز دي ممتازة، الصفة اللي مفروض ما تبقاش فيها High specific gravity. يعني هتقع. High specific gravity دي يعني مع الجاذبية، يعني مش هتمسك أصلا، هتفضل تقع في مكانها ومش هتثبت في مكانها ومش هتمسك في مكانها. بيقول لك for long span distal extension. اللونج span distal extension اللي هو يعني مثلا ايه مخلوع مثلا ايه 4 و 6 و 7 و 8 كل الكلام ده. بيقول لك rigidity is critical، يعني ان الدنشر بيز ان هي تكون rigid ناشفه دي حاجه حيويه او حاجه مؤثره. فبيقول لك الميجر كونكتور ساعتها اوف تشويس، لو انا عايز حاجه ناشفه جدا حاجه شديده جدا يبقى اعمل ايه؟ انتيريو بوستيريو بلاك البار فورس شو انتيريو بوستيريو لانه ريجيد سي كلوزد هورس شو كلوزد هورس شو الكلوزد هورس شو ده هو الهورس شو ريجيد هو الهورس شو بس مقفول من ورا هو الهورس شو بس مقفول من ورا يبقى كده زودت له الريجيد هو الهورس شو كده بس قفلته من ورا او عملت له قفله من ورا فخليت الريجيديتي بتاعته تعلى او الريجيديتي بتاعته تكون عاليه طيب بيقول لك الكروس سيكشن فورم اند دايمنشن اوف لينجوال بار ميجر كونكتور المفروض الكروس سيكشن المقطع العرض بتاعه بيكون يعني لو جبت البار وقطعته كده هبص عليه من فوق هيكون الشكل بتاعه عامل ازاي نص دائره هالف بير نص انجاز اللي هو في اتنين هاف بير ولا بير يعني جوفايه ولا نص جوفايه نص جوافة بيبقى عامل بالظبط كده كأنه زي يعني لو شفتوا كده بيبقى بالظبط لو شفتوا المقطع العرضي بتلاقوه نازل كده من هنا رفيع وبعد كده بيقوم عامل كده بيبقى عامل زي نص الجوافة بيقولوا عليه نص الجوافة او شبه نص الجوافة بيقول لك which one of the following should be relieved under palatal measure يعني ايه الحاجه اللي لازم تعملها ريليف الروجي ايه تورس بلطة الروجي اريا ولا التورس بلاتينس مين اللي نعمله ريليف الروجي اريا ولا التورس بلاتينس الروجي اريا روجي اريا دكتور لا الروجي اريا دي مش احنا قلنا في النص الروجي اريا بصوا يا جماعه فكروا كده يا جماعه مش احنا قلنا الروجي اريا دي منطقه من مناطق تحمل الضغط اللي احنا قلنا عليها دي منطقه الثانويه في تحمل الضغط طالما منطقه في تحمل الضغط يبقى ما ينفعش ريليف طالما منطقه زي كده الباكل شيلف في اللور الباكل شيلف في اللور ينفع تعمل لها ريليف يعني تخلي ما بينها فراغ وما بين التنشر لا مستحيل استحال فكذلك برضو الروجي اريا ينفع تخلف ما بينها فراغ وما بين التنشر يبقى هتاخد منها ازاي او هتاخد منها قوه ازاي بس دكتور ما هي اللي تكسر الطقم نصين لا الثانيه اسمها ميديان بلاتين رافي اللي هي الخط اللي في النص العظمه الشوكيه اللي في النص دي اللي احنا قلنا تكسر الطقم نصين دي اللي هي الميديان بلاتين رافي لكن الروجي اريا المنطقه المعرجه كده من الامام اللي هي عامله زي الهضاب كده او متعرجه من الامام دي الروجي اريا ودي اتقال عليها الروجي اريا والتورس بلاتينس برضو في نقطة مهمة على حسب الحجم بتاعها المفروض ان هي لو كبرت بنعمل لها ايه يعني هي مفروض لو صغيرة بنعمل لها ريليف طب لو كبيرة نشيلها بالشيزة بنشيلها جراحيا طب بتتشال جراحيا بايه تشيزل كل تشيزل اي لارج بون عندنا عايز يتشال اللي هو البتاع اللي هي اسمها مالت وتشيزل عامله زي الشاكوش كده زي الشاكوش بتاع البنايين كده اللي بيدقوا بيه most important part of removal denture يعني اكتر حاجه في الجهاز المؤقت او الجهاز الجزئي يعني اكتر اهم حاجه فيه هي ايه بس major connector
البيس البيس بيس اهم حاجه في القاعده اهم حاجه في الطقم الطعم القاعده بتاعته يعني يعني اهم حاجه في الطقم يعني الطقم اه يقدر يعيش من غير ريسيبروكال ارم اه هيحصل تاثير بس عادي ممكن يعيش يقدر يعيش مثلا من غير مثلا سنه واقعه يعرف يعيش مثلا من غير سنه واقعه من غير كونكتور ممكن يعيش من غير ماينور كونكتور مثلا عادي اه هيبقى في مشكله بس يقدر يعيش لكن من غير القاعده اللي محطوط فيها الاسنان هيبقى ايه لازمته اصلا يعني هيبقى ايه اللازمه بتاعته دكتور ليش شو الفرق بين البيز والميجر كونكتور؟ لا الميجر كونكتور ده اللي بيمشي على البلت او بيمشي تحت الاسنان لكن الدنشر بيز دي اللي بتبقى قاعده على الريدج مكان الاسنان المخلوعه اللي هيقعد عليها الاسنان الميجر كونكتور اللي بيمشي مثلا على البلت عشان يربط الناحيه اليمين بالناحيه الشمال لكن اللي بيقعد على الريدج اللي بيقعد على الريدج عشان يتحط فيه الاسنان او يمسك الاسنان ده البيز ده الدنشر بيز تمام طيب البوردر اوف ميجر كونكتور قلنا adjacent to gingival cervix should be no closer to cervix than يعني ما نقربش من الفتحه بتاعه اللثه بمسافه قد ايه؟ ما نقربش بمسافه قد ايه؟ 2 الى 3 يعني احنا قلنا معانا لغايه 4 وفي لغايه 6 فينهي الرقم اللي يمشي اكتر قلنا تحت في رقم 4 تحت وفي رقم 6 فوق فانهي رقم كده اللي يمشي يعني انهي رقم يمشي اكتر 3 6 3 6 لان احنا قلنا في اللور 4 وفي الابر 6 فكده انهي رقم اللي يمشي فيهم او ايه الرقم اللي يمشي فيهم من 3 ل 6 طيب بيقول لك لو في ديسكالريشن اوف دينشر كونستراكتد فروم كولد كيور كولد كيور ده اللي هو الكيميكال كولد كيور ده اللي هو الكيميكال اللي هو بيتفاعل بتحط بودره وليكويد مع بعض مش اللايت كيور يعني فبيقول لك او الهيت كيور فبيقول لك از ديو تو يعني لما مريض يعمل طقم ويجي لك بعد فتره كده يقول لك والله القاعده بتاعت الطقم شكلها وحش مش عجباني الشكل بتاعه وحش ايه ليه دكتور؟ اكسس مونيمر من المونيمر لا الليشنج اوت اوف اكسس مونيمر دي اللي كانت هناك في الاكريل بتاع التمبري اللي كانت هناك في الاكريل بتاع التمبري لكن احنا هنا بنتكلم على الاكريل بتاع الطقم اللي هو الاكريل البينك مش الاكريل الابيض بتاع التمبري الثاني اكسس مونيمر دي اللي كانت بتاعه التمبري التلبيسات المؤقته لكن هنا الاكريل بتاع الطقم الكامل تشري اماين اه ان هو بيطلع منتجات الاماين او بيخرج منتجات الاماين او المنتجات بتاعه الاماين فهتسبقه وهتعمل له صبغه لو كان قال في الاكريل اللي هو البولي ميثايل ميثاكريليت اسيد اللي هو الاكريل بتاع اللي بنعمل بيه التلبيسات المؤقته كنا ممكن نقول ساعتها الاكسس مونيمر او بيخرج الاكسس مونيمر طيب دكتور كيف بدنا نعمل كيف نعرف هالمعلومه واذا ما انا مكتوبه مثلا بالمناهج اللي درسناها هي ما مكتوبه ما عرفتها انا يعني كيف نحذرها ممكن بكتر القرايه بقى وكتر الحق يعني ما هي دي مش يعني مش شرط عادي على فكره يعني دلوقتي مثلا ان انتوا تجيبوا 60 70% ده كويس جدا ده كافي جدا يعني مش شرط تجيبوا 100% يعني بس بحيث ان لو جه سؤال قبل كده زي ده كده تاني يبقى خلاص انت عرفتيه يعني او لو صار سؤال زي ده تاني قصادك يبقى خلاص المفروض عرفتيه يعني ومهما ذاكرتي في برضه زي ما قلت لك في حبه هيطلعوا بره التوقعات مهما ذاكرتي في حبه هيطلعوا بره التوقعات لما يبقى عندي لارج تورس بلاتينس يعني في عظمه كبيره الميجر كونكتور بيكون ايه؟ العظمه كبيره العظمه ضخمه الميجر كونكتور بيكون ايه؟ انتريس بستيريو بلات البار كومبليت قلنا الهورس بس مو موجود هو المفروض ماشي ماشي هو المفروض الفيرست تشويس عندنا الهورس شو او اليو شيب لما يكون في العظمه كبيره الفيرست تشويس عندنا اليو شيب او الهورس شو طب هو مش جايبها لي يعني هو مش جايبها لي بعمل ايه يعني هو مش جايبها لي هو المفروض الاول اختيار عندي اللي هو اعمل له زي الحرف اليو او حدوه الحصان اللي هو الهورس شو او اليو شيب طب هو مش جايبها لي دلوقتي مش جايب الهورس شو او اليو شيب دلوقتي اعمل له ايه تيرير بوستيرير بلاتال ستريب بلاتال ستريب ولا بلاتال بار انترو بوستيرير بلاتال ستريب ولا انترو بوستيرير بلاتال بار انترو بوستيرير بلاتال بار عارفين الاستراب اللي هو ايه الكبير
فهو مش انترو بوستيريور بلاتال استراب الكبير، لا ده هو الرفيع، فانترو بوستيريور بلاتال بار. طيب اقل واحد بيفضل في الميجر كونكتور، برضو السؤال ده بيجي كتير، اقل واحد فيهم اللي احنا ما بنحبوش، اللي احنا قلنا عليه الليست ريجيد، او اقل واحد في القوه، او اقل واحد في القوه بتاعته، او في القوه اللي موجوده في سنجل، هو مين؟ هورس شو. هورس شو. هورس شو. الهورس شو او اليو شي. طيب بيقول لك كومبيرد تو ريزن بيز، يعني واحنا بنتكلم على الريزن بيز، المين ديس ادفانتج، يعني العيب اللي في الميتاليك، العيب في الـ في الدنشر بيز اللي هي الحديد بيكون ايه؟ cannot be realigned، انت حكيت لنا اياها من شوي. Never never ever be realigned. مفيش حاجة اسمها بطن الحديد، يعني مفيش مصطلح اسمه بطن الحديد او اعمل تبطين للحديد او حط حديد زيادة ولزقه ببعضه، مفيش حاجة اسمها كده. ده بيتعمل مع الاكريل اه عادي تمام، لكن ان احنا نعمل حديد نفضل نبطن فيه ونعمل تبطين فيه مفيش حاجة اسمها كده. طيب الماينور كونكتور فور مانديبولار ديستال اكستنشن بيس شود بي، اللي احنا قلنا عليها في اللور اللي قلت لكم عليها خدوا بالكم منها دي، في واحد بيطلع كذا وفي واحد بيطلع كذا، فقلنا مفروض في اللور بيكون ايه، كان في اربعه كده، كان في اربع اختيارات لما قلنا في كلاس 3 بيبقى امبريجر، في كلاس 2 بيبقى عامل زي الشباك اللي هو اللاتس او الليدر، وبيحتل قد ايه من ريدج في اللور وبيحتل قد ايه من ريدج في الابر، قلنا ده مهم بيجي كتير، في اللور بيحتل قد ايه وفي الابر بيحتل قد ايه، في اللور two third في اللور two third وفي الابر half، لا في الابر بيغطي الفور ريدج، في الابر بيغطي البتاع دي قلنا عليها مهمه جدا يا جماعه، قلنا في الابر بيغطي الفور ريدج او بيملى الريدج كله، لكن في اللور التلتين او بيبقى التلتين. المانديبولار ميجور كونكتور يوزد ان كلاس 1 سيتويشن وير ريزيدوال ريدج هاف فيرتيكال ريزوبشن، يعني في تاكل في العظم، المفروض ان احنا نحط الميجور كونكتور ايه؟ ليبيال بار، دي ليبيال بار يعني انكيوال بليت. خدوا بالكم يا جماعه في تاكل في العظم، عايز يقول لنا ايه؟ يعني لو حد بيفكر كده هو جايب حاجه بس بصيغه غير مباشره، عايز يوصل لنا ايه من نقطه في بون ريزوبشن، يعني في حركه بالاسنان، في حركه في بالأسنان، وعايز يوصل لنا حاجه برضو تانية، تاكل بالعظم، هو تاكل في العظم اه. يبقى كده الهايت بتاع الماوس قرب، الفلور بتاع الماوس قرب، او الـ او الـ او القاع بتاع الـ بتاع الـ الفم قرب او بقى قريب، او القاع بقى قريب جدا، فبرضه نفس الفكره، يعني سواء حلتوها بالطريقه دي او حلتوها بالطريقه دي، هو ممكن يكون قايل لنا ان هو قصده يقول كمشكله بيريو، وممكن يقول قصده يقول ان لما هيحصل بون ريزوبشن يعني معناها ان الفلور او القاع بتاع الفم بقى قريب جدا، فما فيش حاجه اقدر امشيها من تحت واقدر اخليها تمشي من تحت، فاستخدم اللينجوال بليت او اعمل لينجوال بليت، ما ينفعش اعمل اللينجوال بار سايد. طيب بيقول لك اللينجوال بليت از انديكيتد وين، يعني اللينجوال بليت بنستخدمه لما ديب لينجوال سيركس، لينجوال بليت، اللينجوال بليت، اللينجوال بليت، نيرو الانتيريور تيث، لانه بيكون مستند على التيث. لما اكون عايز اعمل ايه او ايه اللي اعمله؟ Need for addition of one. انا ممكن استخدم، طب ليه ما اخترناش هنا في النارو لينجوال سالكس؟ لان عادي النارو لينجوال سالكس قلنا ممكن نستخدم معاه السب لينجوال بار، لكن الحاجه هنا يعني الاثنين دول يمشوا، خدوا بالكم يا جماعه من النقطه دي، الاثنين دول يمشوا، ان احنا لو عايزين نضيف سنه على البارشل او نعمل سنه اضافه على البارشل، ولو المسافه قليله، بس لو المسافه قليله في واحد ثاني كان بيستخدم اللي هو السب لينجوال بار، فاللي يبقى هنا اكتر او الاجابه الاكتر او الاجابه الادق لما يكون هنضيف سن على البارشل دينشر او هنعمل اضافه لسن على البارشل دينشر.
طيب بيقول لك المينور كونكتور ليفز ميجور كونكتور، يعني المينور كونكتور بتطلع من الميجور كونكتور. ايه ازاي؟ بالراحه ولا مره واحده ولا بتغطي مكان كبير ولا من غير ما نعمل لها اي ريليف؟ ابربتلي مره واحده بتطلع اللي احنا قلنا عليها الزاويه، بتبقى كانه طلع زي العمود كده، او عامل زي العمود او شبه العمود، او يعني عامل زي او عامل زاويه زي الزاويه اللي قرب 90 او الزاويه القريبه من 90، فبيطلع بفجاءه يعني او فجاه يعني. طب اللينجوال بار، اللينجوال بار يعتبر ايه او اكسلري ميجر كونكتور؟ نان اوف ذا اباف، نان اوف ذا اباف، انا هو مانديبولار ميجر كونكتور مو ماكسلري. طب هو دايركت ريتينر. ايه هو الدايركت ريتينر؟ ايه هو الدايركت ريتينر؟ ما فيه دايركت ريتينر لانه بكلاس 1 وكلاس 2. لا، دايركت ريتينر ده اللي هو الكلاس بوت. الدايركت الريتينر ده اللي هو الدايركت ريتينر، اللي هي المشابك بتاعه الاسنان، اللي هو مشبك من ناحيه البكل اللي هو الريتينتيف ارم، ومشبك من ناحيه اللينجوال الريسيبروكال ارم والريست سيت، البتاعه دي اللي هي بيسموها كلاس اسمبلي، دي كده كلها على بعض، الوحدات دي كلها على بعض كده، دي بيتقال عليها الدايركت ريتينر. فده ما بيستخدمش دايركت ريتينر. طب الاندايركت ريتينر قلنا مين اللي في اللور اللي بيستخدم اندايركت ريتينر؟ لينجوال بليت، الدبل لينجوال بار اللي احنا قلنا عليه، الكينيدي بار او الكونتينوس بار، اثنين بيستخدموا، اللينجوال بليت او اللي هو بيبقى ماشي واحد على الاسنان واحد تحت الاسنان اللي هو الدبل لينجوال بار، او بيقولوا عليه الثاني الكينيدي بار او الكونتينوس بار. طيب بيقول لك which of the following will be happen with flexible major connector، يعني لو خلينا الميجر كونكتور طري عمال يتني او طري، يعني ايه اللي ممكن يحصل؟ difficulty in occlusion. ايه علاقه يعني ايه العلاقه بتاعت الميجر كونكتور ده ماشي على السوفت تيشو، ايه علاقه الاوكلوجن دي يعني؟ هيسبب لي ايه في الاوكلوجن يعني؟ راح يضر الأباط من توت. هيخلي الأسنان القوة اللي نازلة عليها، تخيلوا انت حاجة عمالة تتمرجح كده، عمالة تروح كده وتروح كده وتروح كده، يعني هتعمل ايه في الأسنان اللي هي ماسكاها؟ حاجة عمالة تروح كده وتتهز كده وتتهز كده، مع كل عضة مع كل حركة مع كل أي حاجة عمالة تعمل بريود انت الليجمنت ديستراكشن، او بريود انت الليجمنت ديستراكشن، هتعمل مشكله في البريو، هتخلي الاسنان اكنها عماله تتهز كده مع كل حركه، والاسنان عماله تتهز مع كل حركه، فمش هينفع. طيب بيقول لك الاونلي وان فليكسيبل ماينور كونكتور، مين هو الماينور كونكتور اللي فيه مرونه؟ بروتشارد. اللي هو مين؟ أني واحد؟ الابروتش اللي هو هيلمس أو هيعمل لمس أو هيلمس البار، هيلمس البار، لأن اللي هيلمس البار ده هيبقى طالع من حاجة تخينة، فهيبقى طالما هو طالع من حاجة تخينة ينفع نعمله مرن أو يعملوا فيه حاجة فيه مرونة، لأن البار بيبقى تخينة أو بنبقى عاملينها سميكة أو بتبقى تخينة، فده الوحيد اللي ينفع نعمله فيه مرونة أو ينفع نخليه مرن أو يكون فيه مرونة. طيب اللينجوال بليت should be supported، مفروض اللينجوال بليت مفروض تبقى supported، مفروض اللينجوال بليت تبقى supported إيه؟ والدرس. اللينجوال بليت اللي هي ايه هي اللينجوال بليت؟ الشالو سالكس، نحطه بالشالو سالكس، اللي هي البليت اللي هي اللينجوال بليت اللي هو الميجر كونكتور. لينجوال بليت بيبقى سبورت بايه او ماسك بايه او معامل سبورت على الاسنان؟ بالتيث. بريست. عامل سبورت على الاسنان بريست، مفيش حاجه اسمها بريسنج ارم. البريسنج ارم ده في الكلاسبات او في المشابك الانكلايند، الاسنان لو فيها انكلاينيشن، لا الانكلاينيشن ده يبقى هنستخدم الليبيال بار مش هنستخدم اللينجوال بليت.
في الماينور كونكتور لا ده ما بيبقاش ماسك في الماينور كونكتور، فالوحيده اللي تمشي ان هو يكون فيه ريست. طب الباسيف ريتنشن، الباسيف ريتنشن اللي هو الريتنشن اللي من غير مجهود، من غير ما ابذل مجهود، بيتعمل بايه؟ قلنا عليه مثال كده قعدنا نشبهه، لو انت جبت لوحين ازاز وحطيت ما بينهم شويه ميه تلاقيهم لزقوا في بعض كده، قلنا عليها حاجه كده، قلناها كده في حاجه جايدنج بلينز، اللي بيعمل من غير مجهود. امال مين اللي بيعمل بمجهود او بيعمل بضغط او بيعمل باكتف؟ دايركت الدايركت ريتينر، اللي بيعمل باكتف الدايركت ريتينر. طيب بيقول لك ان فيوتشر ريبليسمنت اوف كويشنبل مانديبولار تيس، يعني في اسنان لور انا متوقع فيها بارودونتايتس ومتوقع انها هخلع فيها او هعمل فيها تخليع، يبقى احسن حاجه احط ميجور كونكتور ايه؟ اللي احنا لسه قايلين ينفع نعمل له نضيف سن عليها بليت، نحط فيه اضافات او نعمل فيه اضافات، مين هو؟ البليت صيغه ثانيه انهي؟ لينجوال بليت، اللينجوال بليت، اللينجوال بليت اللي احنا لسه قايلينه، ما هو لسه جاي قلنا بنحط اللينجوال بليت ليه؟ عشان ده الوحيد اللي ينفع اضيف عليه اسنان من غير ما يخرب الميجور كونكتور او من غير ما الميجور كونكتور يخرب، هو نفس السؤال بس العكس. طيب الجنكشن ما بين المانديبولار ماينور كونكتور والميجور كونكتور بيبقى ازاي؟ اللي احنا قلنا عليها الزاويه اللي بتكون اقل من كذا عشان يحصل كذا، فبيكون الجنكشن ما بينهم النقطه الالتقاء ما بينهم بات تايب جوينت. البات تايب اللي احنا قلنا عليه الزاويه اقل من 90، ده اللي هو كان بتاع مين البات تايب جوينت؟ اللي هو كان بتاع مين؟ كان بتاع الجنكشن في 3 و4، قلنا الجنكشن في 3 و4 بيبقى طالع زي العمود وبتبقى الزاويه اقل من 90 اللي هو البات جوينت، لكن في 1 و2 الماينور كونكتور بيمشي على الريدج وبتيجي الدنشر بيست تخش فيه اللي هو كان اللاتس او الليدر بول اند سكر، عامل زي السلم او عامل زي فتحه الشبابيك او عامل زي السلم كده. فبيقول لك الميجر كونكتور شود بي، يعني الميجر كونكتور المفروض كذا سي، لازم يبقى ناشف، لسه قايلين في فلكسبيليتي، في مرونه، بيتحرك بيتهز، يعني هيدغدغ الاسنان، هيدشدش الاسنان او هيدغدغ الاسنان. طيب الريليف، الريليف ده ان احنا نعمل فراغ، المفروض ان احنا نعمل فراغ او نسيب فراغ، المفروض ده ما نعملهوش ابدا ولا مطلوب ولا ممكن يستخدم ولا ما يتعملش خالص؟ مطلوب generally not required ب لا، المفروض ان الميجر كونكتور قلنا بيسيب فراغ ما بينه وما بين الانسجه ولا لازم يعمل كونتاكت مع الانسجه؟ ميجر كونكتور لازم كونتاكت، لازم كونتاكت، لازم يعمل كونتاكت، لازم يعمل كونتاكت. امال هو هيعمل الاستريس ديستريبيوشن ازاي؟ يعني لو هو ساب فراغ هيعمل الاستريس ديستريبيوشن ازاي؟ وزائد ان احنا قلنا لو سيبنا فراغ ايه اللي ممكن يحصل؟ ياخد الريتينشن، فود امباكشن، فود امباكشن، الله ينور عليك، هيجمع اكل تحتيه، هتلاقي المريض جاي يقول لك في عفونه وفي ريحه وحشه وفي تعفن وفي كذا وفي كذا وفي تجميع للاكل، فهيجمع اكل وهيحوش اكل تحتيه. طيب بيقول لك اللينجوال بليت في كل الحاجات دي ينفع نستخدمها اكسبت في مور ذان 8 الفيستيبيول، مور ذان 8 اكتر من 8 ده خلاص يبقى لينجوال بار، اكتر من لينجوال بار، لينجوال بار على طول، لكن ان الاسنان بتتهز قلنا نستخدمه، ان في ريدج ريزوربشن هو مع الاسنان المهزوزه او اللي فيها بيريدونتايتس ماشي بنستخدمه، الهاي لينجوال فرينم يعني المسافه قليله بنستخدمه، فكله نستخدمه ما عدا اللي هو المسافه او المسافه تحت تكون اكتر من 8 مللي. الماكسيمم كفرج تو ديستريبيوت فورس اوفر وايد اريا، دي اسمها يعني دي حاجه بقى غريبه. نو شو دكتور ايه؟ اللي هو بيقولوا عليها كانها زي شجره ثلج كده، مش عارف بيسموها مصطلح كده اللي هو كان ممتده شجره الكريسماس او شجره او شجره بتاعت الكريسماس دي، او عامل زي شجره الكريسماس، يعني يقول لك زي ما يوزع كده يبقى عامل زي الهرم او بيوزع او بيتفرع، يعني تفرعات كتير يعني.
طب الماينور كونكتور كونتاكتنج ذا اكزيال سيرفيس اون ان اباتمنت المفروض شودنت بي لوكيتد، يعني المفروض ما يقعش على، المفروض ما يكونش على الجزء اللي بيلمس فيه الاكزيال سيرفيس، المفروض ما يقعش على كذا كونفكس سيرفيس. اه هيقع على كونفكس سيرفيس اللي احنا قلنا، لان الكونفكس سيرفيس ده يبقى احنا المفروض ما عملنالهوش ايه اصلا، او ايه اللي ما اتعملهوش اصلا بريبريشن، ما عملنا بريبريشن اصلا. يعني لو في السيرفيس مبقلل كده او ليه كرش او السن ليه كرش، ده معناه اصلا ان انا ما عملتش بريبريشن، ما حطرتش اصلا، ولا عملت جايدنج بلينز، ولا عملت اي حاجه في السن، معناه السن ده ما اتعملش فيه اي حاجه، فما ينفعش يبقى موجود عليه الماينور كونكت. طيب السبلينجوال بار، السبلينجوال بار اللي احنا قلنا عليه المفروض يعني المسافه تبقى يعني بين ال8 وال6 وال8، يعني مثلا نختار ايه؟ ماشي سي بي less than 6، less than 6 less than 6 تقريبي. اه تقريبا يعني المفروض هو احنا قلنا يعني من قرب 6 او القرب بتاع 6، فهي يعني اكتر حاجه قريبه او اكتر حاجه قريبه ليها اقل من 6. طيب بيقول لك اللينجوال سبليت بار كونكتور از نوت بريفيرد ان بارشال تنشر بيكوز اوف، يعني اللينجوال بار ما بنستخدمهوش او ما بيفضلش في البارشال تنشر. ليه يعني ليه؟ كومبلكسيتي، لان كومبلكس ديزاين. ايه هو اللينجوال سبليت بار ده؟ عشان هو جايب مصطلح، هو حاجه احنا قلناها بس مصطلح مختلف شويه. اللي هو كينيدي، اللي هو سبليت يعني مقسوم، مين هو اللينجوال اللي مقسوم؟ اللي هو فوق تحت، نص فوق ونص تحت، اللي هو الدبل لينجوال بار او كينيدي بار، فده المفروض الديزاين بتاعه يعني رخم شويه. طب بيقول لك which of the following is not major maxillary partial denture framework، يعني ايه ده من الحاجات دي اللي مش موجوده في الابر، مش موجوده مع الماكسيلا، مش موجوده مع الابر؟ اللينجوال يو بالات، هو كاتب اللينجوال يو بلات، مفيش حاجه اسمها في الابر لينجوال اصلا، يعني مفيش حاجه في الابر اسمها لينجوال اصلا. دكتور السؤال اللي قبليه في تو انسر كوريكت كاتب كده. اه هو كاتب تو انسر بس يبقى المفروض كومبلكس وايه تاني؟ هو كاتب فيه اتنين صح، فالمفروض كومبلكس وايه تاني؟ يعني inadequate stability. ليه بقى الاستابيليتي بتاعته مش ثابته؟ لانه في واحد فيه لانه بجزئين ماسك على الاسنان، وفي واحد فيه ماسك على او قاعد على السوفت تيشو، فاكن في حاجه بتنضغط بطريقه معينه وفي حاجه بتنضغط بطريقه ثانيه خالص، فاكنه بيرقص كده، في ضغط هنا بطريقه وفي ضغط تحت بطريقه ثانيه خالص، فاكنه ثابت، فدي برضو اجابه صحيحه. الدكتور شو الانديكيشن بالضبط لكندي؟ اللي هو الدبل كونتينوس لما الاسنان يكون فيها بيريو، أيوة. بس يكون في 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 سبيس، فما ينفعش اعمل الشريح، يعني لما يقول لك في بيريدونتايتس في الاسنان فيها موبيليتي بس الاسنان ما بينهم فراغات جامده جدا، فما تقدريش تحط الشريحه لان هيبقى باين شريحه حديد كبير جدا، فهتبقى الوضع في الناحيه الجماليه ان يبان في الفراغات حتت حديد كده هيبقى الوضع مش كويس، فلما يقول بيريو وفي نفس الوقت معاه سبيسز يبقى نعمل ده، لما يقول بيريو فقط يبقى نعمل لينجوال بليت. طب دكتور اذا كان حاطط خيارين لينجوال بليت والناتشز لينجوال بليت، وفي سبيس ولا ما في، يعني في سبيس وفي سبيس، ايوه في سبيس لا وناتشز. في سبيس يبقى خلاص يبقى ده اللي هو الدبل لينجوال بار، لو في فراغ يبقى الدبل لينجوال بار. بس مره حليناها ناتشد لينجوال بليت نكون متشوه ايه، ما هو النوتش ده هو ده هو ده النوتش ده هو اللينجوال بار اللي هو بيبقى فيه زي تشققات كده، هو الدبل لينجوال بار اللي هو بيمشي بفراغات من جوه او عامل بفراغات من جوه. اه هو نفسه. ايوه بالظبط، يعني لما يكون في بيريو ويكون في سبيسز نستخدم الدبل اللي هو الكينيدي. آه. ايوه
بص ده ماشي، ده ماشي ازاي؟ تحس ان هنا بقى في فراغات ما بين الاسنان، فده ماشي حتت صغيره قوي، فبيدي ايه يعني ما يبانش، غير لو انت جيت هنا على مسافه زي دي وفي فراغات ما بين الاسنان وبعض وقمت عامل البليت، لا هيبقى الوضع البليت هيمشي كل ده كده، هيبقى الوضع وحش جدا. فلما يكون في بريو وفي شويه فراغات او في جزء من الفراغات يبقى ده احسن، اللي هو بيمشي جزء فوق وجزء تحت، ده احسن، وده يعني بيكون احسن يعني. طيب بيقول لك السوبيريور بوردر اوف لينجوال بار شود بي، يعني المفروض الجزء العلوي من اللينجو، يعني الجزء اللي فوق او الجزء العلوي بتاع اللينجوال بار المفروض يكون ايه؟ سي السنجلم انتيريورتي. لا لا ليه كده؟ بي احنا لسه قايلينها يا جماعه، قلنا بنسيب مسافه قد ايه؟ لسه قايلينها، مش قلنا تحت اربعه اتليست صح الملي يا دكتور؟ لسه قايلينها تحت اربعه وفوق سته، هي نفس الاسئله، هي نفس الاسئله. طيب بيقول لك which part of distal extension removable partial denture provide greatest resistance to movement and the torquing of abutment tooth، يعني مين اللي بيمنع اللفه او يمنع الهزه، او اللي هو في كلاس 1 وكلاس 2، في كلاس 1 وكلاس 2؟ فريست سنتر. في كلاس قلناها من شوية البيس، هو بتيجي منين؟ احنا قلنا، مش احنا قلنا يا جماعه في كلاس البيس تستخدم بتسمى كذا، وفي كلاس 3 و4 بتسمى كذا، فمين اللي بيدي معظم القوه او اكتر، او اكتر قوه في كلاس 1 وكلاس 2؟ التيشو البيس الموست امبورتنت، قلنا عليها اسمها تيشو 1 و2 اسمها تيشو سبورتد. مين اللي بيقعد على التيشو، او مين اللي بيقعد على الانسجه، او مين اللي بيبقى مغطي الانسجه؟ القاعده بتاعه الطقم اللي هي البيز، القاعده بتاعه الطقم اللي هي البيز او الانشر بيز. بيقول لك الديستانس بتوين ماكسيلاري ميجور كونكتور اند توس تيشو جانكشن المفروض يكون قد ايه؟ 6 المفروض يكون 6، المفروض يكون 6. طيب الماينور كونكتور المفروض يكون ايه؟ all of the above، كله قلنا ساعات ممكن نعمله زي عامل زي السلم اللي هو الليذر او اللاتس، وممكن نعمله زي الشبكه، ممكن نعمله بش، وممكن نطلعه زي الدبوس او عامل زي الدبوس او شبه الدبوس، فممكن يتعمل كله او يتعمل فيه كله. الكينيدي بار اللي احنا قلنا عليه واحد فوق واحد، فده بيتسمى ايه؟ احنا قلنا من الاسماء الثانيه او دبل 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 لينجوال بتاعته، الدبل لينجوال بار اللي هو الدبل لينجوال بار.